مسلسل الصديقات أو القطط في رمضان 2024. عمل معاصر بتدور أحداثه حول سيدة بتمتلك سلطة ونفوذ كبيرين، وبتعمل على تشغيل السيدات كراقصات لإنشاء علاقات مع أصحاب النفوذ. وبيتناول المسلسل بقصة الرائصات وتفاصيل حياتهم الخاصة، وكل راقصة وقصتها على حدة. الأبطال هن سوزان نجم الدين وفايز قزق ونظلي الرواس ورنا شميس وإمارات رزق وعبد الفتاح المزين وصفاء سلطان وصباح الجزائري وترف التقي وروعة السعدي، تيسير إدريس ورامي أحمر وغادة بشور ووائل زيدان وفاتح سلمان ووسيم الشبلي وجودة البيك وسالي أحمد وإليانا سعد وزامل الزامل. العمل من تأليف أحمد السيد وجودة البيك، ومن إخراج محمد زهير رجب، وإنتاج شركة قباني.